مشاهدينا وصلنا لفقرة أهلا، فقرة اللي من خلالها غادي نشوفوا النجوم ديالنا ونتعرفوا عليهم أكثر. يلا لافتات عندكم واجدين؟ واجدين صراحة، مطلوبة في هذه اللعبة هذه، متفقين؟ يلا غادي نبداو بأول سؤال اللي كنبداو به دائما، واش أنت سيليباتير؟ معتز. جاوب معتز. كتفكر كتفكر لكن يلا يلا غادي ندوزو السؤال الموالي، واش فايت شي واحد سولك منين شريتي الحوايج ديالك اللي انت لابس وانت بالعاني ما بغيتيش باش يشري بحالك، ما قلتيش ليه منين ولا صيفطتي لشي بلاصه واحده اخرى؟ بلاتي بلاتي هاد الصف، هادو صف المجرمين. واخا عمر انت لا كتوري كنوري منين شريتي كتقول ايمان انت نفس الشيء سيمو والله لا عرفها والله لا عرفها، واخا تكون مشريه من الزوطيه نقول لي ما يعرفهاش، ياك شاريها من المكازان نقول لي من الزوطيه من الزوطيه نقول لي من المكازان. ولكن علاش هذا الشيء؟ انت تحس بواحد الاحساس زوين اصاحبي ملي ما تصيفطوش داك الشيء اللي بغا، فهمتي؟ كتخلي ياك راجع كدير هذه القضيه بزاف. تقريبا حيت ما كنبغيش هذاك المحل اللي كناخذ منه يتعرف يطيح علي شي واحد، صدقوا الحوايج ديالي كلها كنلبسوه في الدار ولا في العائله. لا خويا ياك لا عمر ايمان انا كنت كنعملها شحال هادي، علاش ماشي زعما حيت اي حانوت ديال الحوايج، كان عندنا واحد الحانوت جا مخبا كيبيع الحوايج ديال اوروبا وداك الشيء، كيجيب جوج من الحاجات ثلاثه من الحاجات قليل. انا كنبغي ندي ديك الحاجه نبان بها في المدرسه بوحدي في الليسي وداك الشيء، كيقول لي ما شريتها كنقول له جابها لي الوالد مثلا ملي كان برا وداك الشيء. الله يسمح لك. معتز ديما ماشي ديما وقعت لي هذه اخر مره في اخر شوتينغ، لبست شي حاجه رماديه طويله وبزاف الناس دخلوا عليا منين شريتيها منين شريتيها منين شريتيها، ولكن ما عرفتش واش اللبسه فيها مشكل، لان بنات ولاد كيسولوني منين شريتها فيها مشكل، واش هي ديال الولاد ولا ديال ما عرفتش انا شنو عجبو، كاملين عجباتهم، فانا ما قلت لهم زعما منين، قلت لهم هذيك مفصله ليا صافي دابا فتحتي راسك. برافو عليك. يلا ندوزو السؤال الاخير، واش تقدر تخلي تليفونك لشي واحد بلا كود؟ لا لا لا. ايمان لمن صاحبتي تثقي فيها؟ تنثق فيها ثقة عمياء. ياك انا قلت يسحب لي غتقول لي راجلي. لا ما تخليش ليه بالكود. لا لا اكيد مستحيل، مازال صاحبتي كنثق فيها وكنوجه لها تحيه من هذا المنبر. كنقول لها شنو سميتها؟ سميتها مي في مصر ماشي هنا. مي تحيه كبيره لها الا كانت كتشاهدنا. عمر ما ترددتيش قلتي لا وهاز الزلفه وكنتخيل المصائب اللي عندك في ذاك التليفون. واه خويا كل شويه كنقلب ورايا شكون اللي قال لي ما كاينش لا شو هذا التليفون عماد ممكن تخليه بالكود لمن؟ بلا كود صاحبي صاحبي وائل تا هو ما عندكش مشكل زعما الهضره لنا ميمه زعما انا سبحان الله العظيم يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم ما خايش عند الله ما كنهضرش في شي واحد ماشي حدايا. نعم لما في الشاط لا في شي حاجه تصور شي تصويره عجبتني شي كنمسحها في بلاصتها مسكين عادي المهم لا خصوصا مع تليفون جديد صح شفافيه. لا سبحان الله والحمد لله سبحان الله قلبوا لك على شي عروسه دابا تليفونك غيدخل الجنه وانت لا غيدخل قبل منك.